حاليا احنا في عين تحت الارض. شو اسم العين هاي؟ نبعة في مملكة جمعون في الجيب. بدي اجرب امشي فيها، يعني بجوز غميكة شوي في اماكن، بس بدنا نجرب نمشي. الهوية هاي ننزل نشوف هالمي كيف وضعها. يحووو المي باردة موزة، نبلينا وخلصنا، بس مش مشكلة. طبعا المي تقريبا فيها 60-70 سنتي، بس المي حرارتها جدا منخفضة، يعني بتوقع انها بجوز 14 درجة حرارة المي. ايه يعني في نفق، طبعا في نفق هان جوا، بدنا نجرب ندخل. تصور انو؟ على فكرة فيها النفق طويل. طويل النفق. لا تعملوا مي، بلاش تعملوا مي، زينا. طبعا بنمشي هسه هان، انا اول مرة كنت بفكر بس عين هنا، بس باكي انه في نفق. ممكن في بعض كانت حية لكي هنا عايشة. والله نفق محترم جدا هذا النفق. نفق سر يعني باعتبار. يا سلام عن جد هنا يا شباب، انا المنطقة بنصح بزيارتها. انا كنت افكر انها بس شيء صغير، بس لك يا نفق طويل، يعني انا تعب اقدر في اكثر من 100 متر او 150 متر حتى بجوز. اتوقع هذا النفق كان يعتبر يعني في الماضي لما كان زي نفق سري للهروب. هان نوصل احنا منطقه النبع، نطلع هان حنلاحظ ان المياه تخرج من هاي المنطقة. هاي المنطقة كل هالمي سبحان الله من هذا الشق الصخري الصغير، سبحان الله. فيها بجوز 150 متر، في 150 متر هيك بجوز، في مرتب جدا رائع يا زلمة. هي هذا نوع من انواع العف اللي بعيش انا، عف يعني انا اول مره بشاهد العف بمنطقه زي هاي. يا ريت اقدر اصورها بصور، بس صعب. لا اعلم نوع العف ولكن هو طبعا الاماكن تحت الارض زي هاي هي اماكن يا جماعه يكثر فيها وجود كائنات حية. حياة معية، هذا من فضلاتنا نعمل كاكي شفاش المنطقة موجودة هان. يلا نجي طبعا أكيد هذا هو نظام بيئي هنا كامل في بطنون موجود، يفضل دراسة. هذا النوع هذا المصيح قاعد. انا شاهدت مره هان خفيش يعني، بس ما خشش اخرج عندي العين برا. انتبهت بقوله، بس ما فيش من حفيظ انه كان عشر خفاش مسكر. انا هذا الصخر شافوا بدون صوت، عم بتكون فوضى، مش عم يسجل. ما بعرف شو هذا الشيء الابيض، ممكن هاد الترسبات كان سايت، ممكن يكون او شيء ثاني. يا شباب ايش الفوضى؟ احنا ما عرفناش نحكي يعني. في نفق جزء 150 متر،
النفق بجوز 150 متر بس. ايش هي دون سياحة اللي فوق كلهم. اطلع 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 قدامنا اطلع قدامنا وتشوفوه على على النت على النت اطلع بالنفق اطلع يابا اطلع اطلع يلا اطلع على مهلك يا وديع احنا طالعين من النفق بوزه بوزه اطلع 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 يلا يلا عبود عبود ابي عبود شو مالك عبود شو مالك امشي شو 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 طلعنا واحنا خلاص بعد هنا اطلع يا شباب يا ما استاذ خشيت لي الكره بالبعض في تحت لفه قطوه هنا طب تعرف من زمان كيف خشيت نص بالماء لسه خشيته من جوا راح جوا كيف بس؟ يعني خلينا نكون مغامرة حلوة لكم. بس بدي اتكسر. طب ولا بدك تتكسر؟ لا مش بدنا نكون 17 كيلو نمشي. لا اليوم مش هنمشي 17 اليوم بنمشي بس 2 كيلو بس. سامع شو بتمشي شو؟ باخذكم على المعصر. على المعصر ما فيش المعصر هم. كم رجال معصر خلينا ننظفوا هنا ما بتفهمش. حق عملية تنظيف. هم بجفي. كان المعصر حلوة. ورا تتجنى فوق نار اه شايف استاذ سوينا فيديو تنزله على اليوتيوب ما هذا حنزل على اليوتيوب الفيديو معي بالتحديد هذا بفرجيه لك فيها ماشي المحصره يعني مشي 10 دقائق ربع ساعه